صلاح الدين في منطقة اللاذقية. من أهم قلاع جبال الساحل السوري، وصفت بأنها القلعة التي لا تقهر. زاد في تحصينها خندق عظيم قد في الصخر بطول 225 مترا، استخرج منه 150 ألف متر مكعب من جلاميد الصخر، فبلغ عمقه 30 مترا، مما زاد في مناعة القلعة وامتناعها على الأعداء. أقيمت على أنقاض حصن بيزنطي من القرن الخامس الميلادي، سيطرت على طرق المواصلات التي تربط الداخل بالساحل. السلطان صلاح الدين الأيوبي عام 1188، بنيت فيها الأسوار والأبراج الدائروية والمستطيلة، تنهض سامقة فوق الجرف العميق. يزيد من مناعة القلعة وقوتها الدفاعية. السوري جنوب مدينة بانياس تربض قلعة من أهم القلاع التي بناها الفرنجة، قلعة المرقب. اشتهرت في القرن الثاني عشر للميلاد بأبراجها الأربعة عشر، يدور بها سور ضخم منيع، وينتصب ضمنها البرج الرئيس يراقب المتوسط باتجاه الغرب، ويشرف على ما يحف بالقلعة من قمم ووهاد في بقية الاتجاهات. قلعة سمراء شكلتها الحجارة البركانية، فكأنها سفينة عملاقة رست على ذروة الهضبة. مدخل القلعة الضخم المهيب يفضي إلى ممر ملتو يقود إلى الداخل، مبرزاً أسلوب العمارة العسكرية في تلك الحقبة. في حضن البحر وعلى مقربة من مدينة طرطوس الساحلية تقع جزيرة أرواد. لعبت الجزيرة دوراً هاماً في العصر الفينيقي بدءاً من الألف الثاني قبل الميلاد، مرفأاً هاماً وعاصمةً لمملكة أرادوس على الساحل السوري. تبعت لها مدينة عمريت التي كان اسمها ماراتوس، فضلاً عن مناطق أخرى ومعابد أهمها حصن سليمان القريب من مدينة صافيتا على البر السوري. تجد على الجزيرة تحصينات تحكي توالي العهود،
من فينيقية إلى بيزنطية ورومانية وإسلامية، وكانت معقلا حصينا في القرنين الثاني والثالث عشر للميلاد. تحتوي أسوارا وأبراج وباحة داخلية وجامع. قلعة الحصن، وتعد من أهم قلاع العالم، فهي أكثر قلاع القرون الوسطى شهرة. أطلق عليها أحد الباحثين لقب نجمة قلاع العالم. بنيت على ثلاث مراحل. الأولى كانت فيها تابعة لأمير حمص، الثانية في العهد البيزنطي أضيف فيه إليها السور الخارجي، والثالثة حيث حرر